اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. بعد المكرونه البشاميل دي عايزين ناكل بقى براحتنا، مكرونه وبشاميل يعني كلها مكرونه. لما اجي بقى انا حد بعاني من السمنه وعملت المكرونه البشاميل حلوه كده ونفسي اكل منها بس خايفه، تقوم ايه بقى حالتي النفسيه تسوء، ابقى مودي مش حلو غصب عني، مش طايقه نفسي، المشاكل زادت، واقول لنفسي ايه بقى بلا دايت بلا بتاع، بقى خلاص انا هاكل واللي يحصل يحصل، واقعد اكل وبعد كده كل اللي انا بعمله ابقى زودت المشاكل مشكله جديده. ده اللي هنتكلم فيه النهارده. ثانيا عندنا ليكم مفاجاه، كل حبايبنا اللي زعلانين وكتبوا كتير على الفيسبوك ان هم ما لحقوش العرض اللي كان نازل معانا، كورس حلال المشاكل كان 9 في 1، في ناس كتير قوي لان كان العدد محدود والكميه كانت محدوده، ففي ناس كتير قوي قوي اتصلت ولغايه دلوقتي بيتكلموا ان هم زعلانين ان هم ما لحقوش الكورس ده. عندنا ليكم مفاجاه هتقولها لنا حبيبتي اللي منوراني النهارده مي سمير، خبيره التغذيه القمر. ازيك يا مي؟ ازيك يا شيف هيلا؟ عامله ايه؟ عامله ايه انت؟ الحمد لله. وحشتيني من الاسبوع اللي فات. وانت بجد بجد بصي بقى، انت عملت لنا مشكله بجد، انا حسيت يعني رسائل كتير، وطبعا عندكم برضو في تليفونات كتير بتتصل ان احنا عايزين العرض اللي خلص ده تاني واحنا ما لحقناش العرض وكده، عشان كده دايما بكون بتكلم على نقطه اللي هو ايه نلحق بقى العرض والخصومات والكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده كله. انا عايز اقول لك ان وانا طالعه معاكي الحلقه بجد بحاول ان انا اطلع باحسن حاجه واحسن الهدايا، وبركز اكتر على طلبات المشاهدين بتوع البرنامج. احنا عايزين كذا كذا، احنا اكتر مشكله عندنا كذا كذا. كورس حلال المشاكل لان هو بيجمع كل مشاكل السمنه بكل انواعها، ده جايب نتيجه مع كل الناس، مفيش حاله واحده خدت الكورس ده وقالت ان هو ما نزلنيش او ما خسسنيش. كل المشاكل احنا بنحوطها كده وبنحلها بكورس حلال المشاكل، عشان كده سميناه حلال المشاكل. بالظبط، ايا كانت المشكله سواء صحيه ماشي، سواء عارفه العرض اللي هو زي مثلا انا بحب الاكل مثلا حاله الاكل شهيه بقى العاليه، السمنه الوراثيه، الحرق الضعيف، السمنه الموضعيه، كل المشاكل دي احنا بنحلها. طيب النهارده عرض 9 في 1 اللي هو حلال المشاكل. 9 في 1 ده ليه؟ لان انا النهارده مقدمه لك 9 منتجات اقوية جدا 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 في بوكس واحد. هتطلبي النهارده البوكس بتاعك ده يكفي معاكي مده شهرين، ينزلك في الشهرين دول من 20 ل 30 كيلو. حلو. عايزين نتكلم على مشكله شائعه، مشكله السمنه، زياده الوزن اللي هي بتاثر على السن الصغير لحد 70 سنه، سيدات رجاله، لو عندهم سمنه موضعيه، منطقه البطن والكرش اللي عامله مشكله لناس كتيره، مش عارفين يلبسوا اللي هم عايزينه، الحاله النفسيه، الحاله الصحيه كمان بتتاثر. طيب المشكله دي شائعه، حلها ايه؟ حلها في اللي انا هتكلم عنه النهارده او كورس 9 في 1. كورس 9 في 1 اول حاجه الناس بتفكر فيها ايه ده، انا هاخد منتجات تخسيس، طب هتاثر عليا بالسلب، طب هتتعبني. انت النهارده اول حاجه بتميز الكورس بتاعنا، وده مش موجود في اي مكان تاني، ان الكورس النهارده بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. تمام. يعني ايه مصرح من وزاره الصحه؟ يعني انت بتاخدي كورس كامل مكوناته كلها طبيعيه، الياف، فواكه استوائيه، فيتامينات، اعشاب. مش بس كده، انا النهارده معايا هديه بقى قيمه جديده اول مره نتكلم عنها، هقولها لك بقى، حلوه جدا جدا للمناعه والشعر والبشره والجسم والضوافر وكل حاجه. ده هديه النهارده مع الكورس. اللي هي ايه بقى؟ هقولها لك بقى بس يعني شويه سسبنس كده. لا 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 قولي لنا، علشان دلوقتي على طول انا عايزاكم تلحقوا يا جماعه ارقام التليفونات على الشاشه، الحقوا على طول، اتصلوا دلوقتي من فضلكم عشان ما نرجعش نزعل. قدامكم اهو الوقت، لسه دلوقتي احنا لسه بنعرض الكورس 9 في 1 حلال المشاكل. ايا كانت مشكلتكم اللي بتعانوا منها اتصلوا على ارقام التليفونات، وفي خبراء وفي فريق طبي على اعلى مستوى بيردوا عليكم وهم بيوصفوا الكورسات المناسبه. وما تقلقوش ايا كان الكورس اللي هيتوصف لكم، الهدايا هي والخصم هي هو عليه. طيب انت بقى عايز تعرفي العرض بالهدايا، اقولها في اول الحلقه عشان كل الناس تلحق العرض ان شاء الله. وانا عايز اعرف هقول لك من الالف للياء هيوصلني ايه النهارده. بصي بقى يا ستي، العرض النهارده كبسولات ونقط واعشاب. انا كده بحط لك اول 3 منتجات في الكورس بتاعي، الثلاثه دول يقضوا معاكي شهر كامل، ينزلوكي من 10 ل 15 كيلو. حلو. يبقى كده كبسولات ونقط واعشاب. طيب معايا ايه تاني بقى؟ كورس تاني زيه هديه مجانا، كبسولات ونقط واعشاب، كده 3 وعليهم 3 هديه تانيين. طيب كده 6 منتجات، في بقى 3 هدايا قيمين جدا 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 وانا بحب احطهم في اي عرض بتكلم عنه، هديه لكل اللي بيتفرج علينا. 2 أمبول تعليه حرق، امبولات الحرق دي اي حد عنده زياده وزن جداً، حرق ضعيف،
سمنه مفرطه، الامبولات دي ترفع لك معدل حرق الجسم 4 أضعاف الحرق الطبيعي. يعني اول حاجه تظبط لك الحرق بتاعك، تاني حاجه تساعد في علاج مشكله الغده الدرقيه المسؤوله عن الحرق، تالت حاجه بتقضي لك على الدهون الصعبه العنيده اللي بقالها سنين بتتكون في الجسم. حلو. دول باتنين امبول هديه بس معايا على العرض، ده غير العرض الاساسي. الهديه بقى الزياده او الاكسترا او القويه اللي انا بحب احطها في اي كورس تخسيس بتكلم عنه، علبة مالتي فيتامين. علبة مالتي فيتامين يعني ايه؟ يعني مجموعة فيتامينات، مجموعة فيتامينات كتيرة الجسم بيحتاجها علشان الشعر وعلشان الضوافر وعشان البشرة، والناس اللي عندها انيميا، الناس اللي عندها نقص فيتامين د اللي هو اصلا مسؤول عن الكتلة العضلية ومسؤول عن الحرق. حلو. كل ده فين؟ في علبة المالتي فيتامين الهدية اللي انا مقدمها النهارده. قوي. يعني انت كمان عارفة اللي هو بتدعمي الجسم او بتقوي الجسم عشان ما يحصلش اي مشاكل، ولا في ضعف ولا في انيميا زي ما مي بتقول لنا. يعني النهاردة هيوصل لنا 9 منتجات في بوكس واحد، ودي هدية مي لينا النهاردة، نزلت تاني بعرض كورس حلال المشاكل عشان كنتوا. يعني انا قلت لهم يا جماعه، الناس عماله تقول من ساعه الحلقه دي اللي نزل فيها الكورس ده حلال المشاكل 9 في 1، في ناس كتير ما لحقتش وناس كتير قاعده تتصل وقالوا لهم خلاص العرض خلص، النهارده نزل تاني. عشان كده بنقول لكم اتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، زائد صفحه على الفيسبوك اللي هيقول لك الارقام عليها ضغط وما بتجمعش معايا، عندكم خدمه الواتساب على نفس الارقام، وكمان صفحه الشركه اهي على الفيسبوك، تقدروا برضو على الرسائل تدخلوا تطلبوا الكورس بتاع النهارده، او كمان في اي كومنت هتلاقوا برضو الفريق الطبي بيرد عليكم. 9 في 1 يا مي، انت كده عديتي 9 منتجات. طب ناخد دينا على التليفون. يلا بينا. يا دينا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا دود؟ عامله ايه يا عمر؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. آه انا كنت متصله قبل كده وخدت كورس تمام لوالدتي، هي يعني هي مش بتتحرك خالص، والحمد لله خسرت عليها 20 كيلو. حلوه جدا. فقد ايه؟ احنا مبسوطين بالنتيجه بصراحه، بس حاليا بقى احنا عايزين حاجه، يعني عايزين ناخد اخر كورس بقى، لان هي مش هنقدر نجيب تاني بصراحه يعني. طيب بصي، فاحنا عايزين بقى كورس يجي من الاخر. طب انا بقى عايزه، يعني انا عايزه اسال شويه اسئله. هي دلوقتي كان وزنها قد ايه وبقت قد ايه؟ يعني هي دلوقتي، يعني هي كان وزنها 120 تمام، دلوقتي بقت 100. احنا بقى عايزين ننزل بس أكيد ممكن 20 كيلو كمان. طيب وايه ومكان ثابت. حلو. طيب هي خسرت ال 20 كيلو في وقت قد ايه؟ هي خسرت ال 20 كيلو في شهرين. حلو جدا. طيب انت بقى عايزه حاجه تلملك بقى بقيه الوزن اللي باقي ده، وتكون معاكي ايه، تختصر لك الوزن اللي باقي وفي وقت قليل، عشان هي ابن انا مش قادره اجيب كورسات تاني. طيب انا عايزه بس اسالك سؤال مهم جدا. والدتك سنها قد ايه؟ انا والدتي 52. طيب هي بتعاني من اي امراض مزمنه؟ لا، هي كانت بس شايله المراره. طيب. وعندها الضغط مثلا بيعلى ويوطى شويه، يعني مش مظبوط. بس هي قاعده ما بتقدرش تتحرك. عشان المفروض ربنا يديها الصحه والعافيه، وسلمي لي على ست الحبايب. حاضر يوسف. يلا اتصلي بقى دلوقتي على ارقام التليفونات، لان بيتهيألي يا مي ده كورس اقتصادي مناسب جدا. اقتصادي. انا لسه عايزه اقول العرض النهارده عليه خصم اكتر من المرة اللي فاتت. الخصم هنعرفه ازاي؟ هنتصل بالارقام اللي موجودة على الشاشة عشان نعرف الخصم. الخصم يتعدى 50%، خصم كبير قوي قوي النهاردة لاول 300 متصل. تمام. هقول لك بقى على حاجة، انا ما سألتهاش اصلا على الحالة الصحية وكده ليه. هي خدت كورس اول مرة من عندنا وخلصته، خست عليه 20 كيلو. طالما خدتي كورس من عندي اول مره، فانا الملف بتاعك كله موجود، الفولدر بقى حالتها الصحيه ووزنها وسنها وكل حاجه متسجله عندي لما خدت اول كورس. هتاخد بقى ان شاء الله العرض بتاعنا النهارده، الكورس ده بقى 9 في 1، ده هيلم لك كل بقى الحاجات اللي باقيه دي، هيظبط معاها بقى الوزن اللي باقي، هينزلها من 20 ل 30 كيلو، هتاخد نوع كبسول النهارده قوي نازلين نتكلم عنه، كورس قوي جدا جدا على الخليه الدهنيه، بيقضي على الخليه الدهنيه الصعبه العنيده اللي بقالها سنين بتتكون في الجسم، الحرق بتاعها ضعيف اكيد علشان هي عامله استئصال للمراره، والسن كبير فالحرق كده كده اصلا ضعيف. وما بتتحركش من مكانها، يعني معنى كده ما بتبذلش اي مجهود يساعد، فما فيش حرق خالص. يساعد يعني. وهي اصلا قالت ايه؟ قالت المفاصل او العظام عندها
فيها مشكلة أو تعبانة، ده أصلا بيكون سبب من أسبابه زيادة الوزن. فأنت لما تحلي مشكلة زيادة الوزن هتلاقي الجسم بشكل عام الحالة الصحية بتاعته اتحسنت. فطبعا إن شاء الله تلحق العرض بتاع النهاردة بالخصم. كده العرض بقى لو خدتي بالك هو إيه؟ هو 3 منتجات أساسية وعليها 9 منتجات هدية. ليه؟ كبسولات نقط أعشاب وعليها كورس تاني كبسولات ونقط وأعشاب يغطي شهر كمان بالظبط، وعليها 2 أمبول تعلية حرق وعليها كمان مالتي فيتامين. مالتي فيتامين ده غير الخصم، ده غير التوصيل المجاني، ده غير المتابعة المجانية اللي مع فريق طبي على أعلى مستوى هيتابعك لحد ما توصلي للوزن اللي أنت عايزاه لمدة الشهرين كاملين. شهرين كاملين، شهرين كاملين. تاكسي أي حاجة في أي وقت بتكلمينا، توزني كل أسبوع وتعرفيني نزلتي قد إيه. الكورس بتاعي بينزلك في الاسبوع الواحد من 3 ل 5 كيلو. تخيلي هي لما تلاقي على الميزان من اول اسبوع مثلا نازله 3 4 كيلو، ده فرحه الدنيا. يعني انا دايما بقول لو كيلو بيفرق معانا، يعني ده طبعًا. احنا بصي بنعمل فرح طبعا، يعني يا منيازي ارفعي من خسيت 3 4 كيلو بنعرف مصر كلها. والاهم ايه بقى يا شيفا هي؟ لان هي بتتشجع انها تكمل. انا لقيت فرق دلوقتي على الميزان قدامي، اذا انا خاسه في اسبوع 4 كيلو وتلاقي نفسك في المرايه في فرق بسيط والمقاسات بدات اغير مقاسات، فانا تلقائي بتشجع ان انا اكمل لحد ما اخلص الكورس بتاعي وانزل بقى ال 20 30 كيلو بتوعي. الكورس بتاعنا النهارده مشكله البطن الشائعه او الكرش اللي هي عند اغلب الناس تتحل من اول اسبوعين معاكي، تلاقي فرق كبير في منطقه البطن، يعني ما بيكونش في اي ترهلات، اي سيليولايت، اي علامات تمدد. الكورس بيظبط لك كل مشاكل السمنه دي، بيحوطها لك كده وبيحلها كلها. حلو قوي. طب احنا دلوقتي عرفنا من خلال المكالمه ان هو يناسب كبار السن ويناسب كمان اصحاب الامراض المزمنه. بالظبط، مفيش اي مشكله لانه طبيعي 100% يا جماعه. بالظبط. السؤال الثاني بالنسبه للاطفال، ابني او بنتي انا ابتديت احس كده ان هم داخلين على سمنه، من سن كام اقدر اديهم الكورس ده بامان؟ من سن 13 سنه او سن البلوغ. دلوقتي لو هو عنده سمنه او زياده وزن الحقه من دلوقتي. عنده 13 سنه 14 سنه الحقه من دلوقتي، دي اهم حاجه عايزه اركز عليها. الحق طبعا بدل ما المشكله تزيد طبعاً. ويبقى حلها برده وهيكبر على كده وتلاقي بقى عنده مشاكل تانية ياثر عليه نفسيا وصحيا ووسط اصحابه. الحقي من دلوقتي، خدي الكورس مناسب لكل الحالات الصحيه وكل الاعمار وكل الاوزان، مناسب لكل الناس، بنعرف وزنك سنك حالتك الصحيه، بتاخدي الكورس المناسب ليكي بالخصم بالتوصيل المجاني بالمتابعه المجانيه. الشحن مجاني النهارده، مجانا لكل المحافظات. الشحن مجاني، يعني النهارده يا جماعه خدوا بالكم كويس قوي، عندنا الكورس الاساسي اللي بيغطي معايا شهر كامل، مش بس كده ده عليه هديه مجانيه كورس تاني زيه بيغطي شهر كمان. يعني بدل ما انت بتشتري كورس يغطي معاكي شهر وبعد كده عايزه تكملي هتشتري تاني، لا النهارده انت هتشتري الكورس الواحد اللي بيغطي شهر وهيبقى عليه هديه مجانيه كورس بشهر كمان، زائد 3 هدايا قيمين كل هديه لوحدها بمبلغ وقدره بره. يعني عندنا امبولتين اللي بيعلوا الحرق جدا، دول بناخد كل امبوله شهر. بالظبط، صح كده. وممكن عضل وممكن على عصير او على على اي حاجه. احنا بنسهل لك الموضوع خالص، انت بتاخدي الكورس ده، عايزه اقول لك الناس بقى اللي بتطلع صايف او الشغل او ايا كان، تقدر تاخد الكورس معاك في اي حته، تستخدمه في وقت معين ومعاك في اي حته، الدنيا سهله وبسيطه. هيقفل لك الشهيه ويرفع معاك معدل حرق الجسم. الناس اللي بتقول لي النقط بتعمل لي ايه او فايدتها ايه، النقط دي هي الوحش بتاع الكورس. انا مدياك علبتين نقط مركزين، يعني ايه؟ يعني الحرق فيهم مضاعف. بحط 10 نقط على كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه دافيه واشربهم بعد الاكل، يرفع لي معدل حرق الجسم، يقضي لي على الدهون اللي موجوده في الجسم او مختزنه بقالها سنين. الاعشاب بتعمل معاكي ايه؟ الاعشاب بترفع معدل حرق الجسم، تعمل ديتوكس كده وتنظيف للجسم. ريفريش. بالظبط كده، فعلا فعلا دي حقيقه. كده علبتين اعشاب وعلبتين نقط في الكورس، ده غير الاثنين امبول تعليه حرق. الامبول من دول ينزل من 2 ل 3 كيلو لوحده، ده غير بقى الاساس بتاعي، الحاجه الحلوه بتاعتي الاساسيه الكبسولات، علبتين الكبسولات الاساسيين، كل علبه 30 كبسوله، سد شهيه، تعليه حرق، نحت قوام، تثبيت، تقضي معاكي على الخلايا الدهنيه، 5 حاجات في الكبسوله بتاعتي اللي هم العلبتين اللي بنتكلم عنهم النهارده. حلو قوي. يبقى احنا كده النهارده اللي هيتصل دلوقتي على ارقام التليفونات اللي على الشاشه هيوصلوا 9 منتجات، ومش بس كده الشحن مجانا،
حطوا 100 خط تحت الكلمة دي، يعني مش هتدفعوا أي حاجة غير تمن الكرسي الأساسي اللي عليه خصم أصلاً. بالظبط. وهتوصل لكم كل المنتجات، عندكم أرقام التليفونات على الشاشة، وعندكم كمان صفحة الفيسبوك موجودة أهي، تقدري دلوقتي حالاً وأنتِ قاعدة في مكانك تتواصلي سواء على الأرقام أو على الواتساب أو على صفحة الفيسبوك عشان تلحقوا يا جماعة. يعني أنا بجد هزعل جداً لو لقيت ناس لسه بتتصل تاني وبتقول ما لحقناش المره دي كمان. هي بس كلمه السر تبعتي تقولي عايزه بس العرض بتاع الشيف هيل او عرض 9 في 1. أوه. كلمه السر بس معروفه عندنا احنا، النهارده في عرض كذا كذا عليه خصم معين بالهدايا بكل حاجه. هتسالي على العرض ان شاء الله هتلحقيه وهتاخديه، وخدي بقى الخطوه. انت بقى بتقول لك، في ناس تقول لك انا جربت منتجات اخدت كل حاجه، عملت دايت وعملت دايت كده مع نتيجة. نفسي وبصيت لقيت وشي بقى تعبان، شحب او تعبان، ايديا بتترعش، شعري بيقع. طب تعالي ناخد رحمه. يا رحمه اهلا وسهلا يا رحمه. اهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا بيكي، نورتينا، مساء العسل. هو انا كنت عايزه اعرف، انا وزني 120 تمام، وانا قصيره طولي 155 تمام، وظهري بيوجعني، المفروض اعمل عمليه في ظهري. فانا مش، الله يسلمك، مش بعرف اعمل دايت لان للاسف بحب الاكل. فانا عايزه اعرف الكورس ده هيناسبني، هيخليني مثلا استبدله بالعمليه، هينزلني فتره كويسه او وزن كويس. طيب بصي، مبدئيا هو كده طبعا الف سلامه، وكده احنا ايه، في اوفر ويت، احنا كده الوزن زياده. طيب انا اقدر اعمل ايه؟ مبدئيا هنبدا بالكورس بتاعنا بتاع النهارده ده، ينزلك من 20 ل 30 كيلو، ده كده انجاز. لما تنزلي 20 25 30 كيلو ده كده انجاز، انت كده مشيتي شوط كبير قوي قوي. طيب وبعدين انا معايا متابعه طبيه، محتاجه انزل اكتر من كده هنزل، وده هيساعدك. انا بقى في غنى عن عمليات بقى تكميم وشفط والكلام ده كله. النهارده معاكي حاجات طبيعيه امنه 100% تنزل معاكي وزن كويس في وقت قليل، وقت مختصر وامن، ومعاكي دكاتره هتتابعك. فان شاء الله الكورس مناسب معاكي. ومع نزول الوزن، انا بتكلم ان هو كورس علاجي، يعني ايه؟ يعني مع نزول الوزن بتلاقي الحاله الصحيه كمان بدات تتحسن معاكي ان شاء الله. حلو جدا. طيب علشان بقى ايه، نفرح كده حبايبنا ونوريهم نماذج للناس اللي خدت القرار واستخدمت الكورسات اللي موجوده، ونشوف كده قبل وبعد بقى شكلهم عامل ازاي. يلا بينا ننزل الصور بتاعت حبايبنا. بصي بقى قبل وبعد، بصي بقى منطقه الكرش والبطن. احنا الفرق طبعا واضح طبعًا جدا يا مي. طبعا هو كده كده طبعا باين جدا عليهم من اول اسبوع كمان النتيجه. بس انا بتكلم في نقطه مهمه، الكورس بتاعنا ينفع سيدات ورجاله. الرجاله في الغالب اكتر مشكله عندهم شائعه ايه؟ الكرش. حتى لو وزنه مظبوط يقول لك عندي منطقه البطن. هنا هو نزل معانا 21 كيلو، اغلبهم في منطقه الكرش والبطن، نزلهم في خلال شهرين كان الحرق عنده كويس. بصي الشكل عامل ازاي، اختلف طبعا تماما. كل المناطق دي نزلت والشكل بقى متناسق، ويعني ما شاء الله عليه. طبعا في صور تاني، فرق كبير. وهو خد الكورس عامه بتاع النهارده اللي هو 9 في 1، وكمان مدام امل خدت الكورس بتاعنا 9 في 1. ما شاء الله على مدام امل، نزلت يعني نزلت عليه وزن كبير، نزلت حوالي 45 كيلو في 3 شهور ونص. طبعا ده وزن كبير في وقت قليل. هي كانت بتساعدنا بصراحه، ماشيه على نظام مظبوط، عندها اي استفسار بتكلمنا، بتظبط معانا الدنيا جدا جدا. كان عندها بس سكر وضغط عالي، خدت الحاجه يعني المناسبه طبعًا ليها. طبعا يعني عندنا هي امراض مزمنه وبرده نزلت حلوه قوي، وزي ما شايفين الفرق. بصوا خست طبعا ده الجسم كله نزل، ده وزن كبير، ده الكرش والبطن والدراعات. فطبعا كنا بنلبس غوامق واسود علشان نداري، هنا بقى خلاص اكبر من مقاسنا. بالظبط. انا دايما لما بشوف صور زي صوره حبيبتنا دي اسمها مدام امل، بحس ان كانها ايه، بقت كانت الام وبقت بنتها. بالظبط. يعني بقت الام وبنتها. دايما الصوره بتديني الاحساس. بقى واقفه هنا حاطه في وسطها، طبعا الجسم اتنحت. الجسم اتنحت وبقى شكله مرسوم. برافو عليها والله. في صور تاني معانا، حالات تاني. طيب الحالتين دول خدوا 9 في 1 العرض بتاع النهارده، تيجي نقوله تاني؟ يلا بينا. يلا. العرض بتاعنا النهارده كورس 9 في 1، كبسولات نقط اعشاب يقضي معاك شهر كامل، يغطي شهر كامل. ينزل من 10 ل 15 كيلو، عليه كورس تاني هديه مجانا من الشركه، كبسولات تاني، نقط تاني، اعشاب تاني، يبقى كده كورس وعليه كورس هديه. وعليهم 3 هدايا، 2 أمبولة عليه حرق، علبه مالتي فيتامين هديه النهارده على الكورس كامل، حاجه كده اكسترا. يبقى انا كده 3 منتجات وعليهم 9 هدايا، خصم كبير يتعدى 50%، توصيل مجانا، متابعه مجانيه، كورس امن ومصرح من وزاره الصحه، يحل اي مشكله بواجهها
في زياده الوزن او السمنه. حلو جدا. وكمان هنضيف نقطه مهمه جدا ان انا بعمل كل ده يومي وانا قاعده في مكاني في بالزبط. بيتي طبعا. ما اضطرتش ان انا انزل واروح واجي، حتى المتابعه يعني انتوا عارفين عند الدكتور بيبقى في استشاره، لازم بعد اسبوع او بعد 10 ايام بتروحوا الاستشاره ويقعد يقول لكم كويس لا وحش، وتقعدي تنتظري وتنزلي من البيت والكلام ده كله. لو معاكي اطفال صغيره لازم تجريهم معاكي بالبلدي كده. احنا هنا المتابعه او الاستشاره بمعنى اصح في البيت وانتي قاعده، اتصلي بالفريق الطبي كانه معاكي جوه البيت بالظبط. حتى الكورسات لما بتجيلكم يا جماعه بتجيلك لغايه عندك، وبتجيلك الشحن مجانا. يعني انتوا متخيلين قد ايه الشركه وقد ايه الفريق كله بيدور على راحتكم، مش مجرد كورسات هي يلا خدوا، لا ده انا معاكي خطوه بخطوه. خسيتي كلميني، ما خسيتيش كلميني، عندك مشكله كلميني، بتفضلوا لغايه مده ما الكورسات بتخلص الشهرين بتوعنا. صح كده يا مي؟ صح كده. انا بحاول دايما ان انا اقدم الكورس يبقى مناسب لكل الناس بالزبط. في اي محافظه يقدر يوصل لك الكورس، وكمان السعر بتاع الكورس بحاول يكون سعر اقتصادي مناسب بقى طبعا لحالتنا دلوقتي كلنا، الحاله الاقتصاديه والماديه، مناسب لكل الناس وفي اي محافظه يقدروا ياخدوا الكورس بتاعنا، ينزلوا هم قاعدين في مكانهم بشكل امن وبشكل صحي، وهم مرتاحين مبسوطين من غير حرمان، من غير دايت، من غير ما اكون ملزمه ان انا اعمل رياضه او انزل الجيم او احرم نفسي من الاكل. بوفر لك كل حاجه كده، منظومه علاجيه كامله، واهم حاجه ان هو مصرح من وزاره الصحه وامن. تمام. طب السؤال الازلي بقى ايه بقى؟ بصي مهما نجاوب عليه لازم يجي لنا السؤال ده اكيد. انا بعد الستين يوم بعد الشهرين ايه اللي يضمن لي ان انا ما ارجعش اتخن تاني؟ بعد بقى ما وصلت وفرحت واتبسطت يا جماعه انا خسيت 20 كيلو، ايه ده الكورس خلص، الكورسات خلصت والهدايا خلصت، طب انا ما انا كده هتخن تاني يا جماعه. في ناس بتقولي انا هفضل ماشيه عليه طول حياتي مثلا. والله السؤال ده بيجي لنا كتير. مستحيل. أوه، أنا عارف ده مستحيل تعملي كده. تاخدي الكورس تنزلي بيه الوزن اللي انت محتاجاه. انا بقول لك كل كيلو بتنزليه ما بيرجعش تاني يزيد معاكي. في ناس بتمشي على نظام غلط، دايت غلط، وبعدين تنزل 10 20 كيلو ترجعهم 30 كيلو. نفسيا تتدمر. انت النهارده الكورس بتاعك كل كيلو بتنزليه ما بيرجعش تاني. ليه؟ اول حاجه بقضي على الخلية الدهنية، بمنع تكونها مرة تانية، دي حاجة. حاجة تانية خلاص أنا عملتلك للمعدة تكميم طبيعي. تالت حاجة زبطتلك معدل حرق جسمك اللي هو أصلا كان متضرر طول فترة الشهرين دول. تلات حاجات بثبتلك بيهم وزنك أساسيين ومهمين جدا. طبعا يبقى احنا كده اتضمننا كمان أو اتأكدنا بفضل الله ان احنا بعد ما الكورسات بتاعتنا تخلص ان شاء الله عمرنا ما هنرجع نزيد تاني. اتطمنوا من النقطة دي جدا. تعالوا دلوقتي نأكد تاني، أرقام التليفونات موجودة قدامكم على الشاشة، وكمان صفحة الفيسبوك هننزلها لكم دلوقتي عشان ملكوش حجة. عندكم شحن مجاني وعندكم متابعة مجانية وعندكم أرقام التليفونات وعندكم خدمة الواتساب وكمان الصفحة على الفيسبوك. نلحق مع بعض النهارده كورس حلال المشاكل. حلال المشاكل 9 في 1 بالظبط. حلال المشاكل والعقد بالظبط. والله فعلا دي حقيقه. نفسيا وصحيا وجسديا والوزن وكل حاجه. صوروا الارقام اللي موجوده على الشاشه عشان بعد كده تقدروا ترجعوا للارقام وتكلمونا. اطلبوا النهارده عرض الشيف هاله او 9 في 1 هتلحقوا العرض ان شاء الله بالهدايا. وانا باكد فكره الحرمان. بصي الو انا باكل وجبه واحده بس وبتخن. طب ليه؟ انا بقول لك كلي من 3 لـ5 وجبات يوميا، وجبات صغيره. الكورس هيقفل لك الشهيه من اول كبسوله هتاخديها مع الفطار، يقفل لك الشهيه خالص. كلي كل وجباتك، كلي كل انواع الاكل، وهتخسي مع الكورس لان هو هيقفل الشهيه ويرفع معدل حرق الجسم. حلو جدا. هيظبط لك الدنيا ان شاء الله. وكذا سؤال من اللي دايما بيقول لنا، الاسئله اللي هي المزمنه بمعنى صح جاوبنا عليها. ازاي ينفع كبار السن؟ طبعا ينفع. ينفع اصحاب الامراض المزمنه؟ طبعا ينفع. طيب ينفع الاطفال قلنا من كام سن؟ 13 سنه سن البلوغ. ينفع معاهم جدا طبعا. طيب لو انا ظروفي على قدي ينفع عندك كورس اقتصادي ليا؟ عندنا كورسات اقتصاديه، عندنا عرض الشهر الواحد، عندك النهارده خصم ما يتفوتش اساسا، كورسين على بعض كده، كورس مزدوج شهرين عليهم خصم كبير يتعدى ال 50%، وده اكتر كورس انا برشحه للناس. هيلخص لك الدنيا بقى، ينزلك 20 30 كيلو في وقت قليل وبسعر اقتصادي، توصيل مجانا. العرض النهارده الاول 300 متصل، الخصم ال 50% ده. تمام. اشكرك يا حبيبه قلبي، نورتي. ميرسي ليك يا شيف هاله بجد، واشكرك ان انت استجبتي لاسئله الناس وجبت لنا تاني الكورس اللي بصوا يعني عاملين عليه مشاكل. الكورس نزل لكم النهارده، يا رب يا رب كلكم ان شاء الله تلحقوه. بشكركم على متابعتكم الكريمه، ودايما بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه كلها تعجبكم من اولها لاخرها، واشوفكم على خير في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله. والسلام عليكم.
المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة هتخس من غير ما تحس.